سكر الحمل هو نوع السكر اللي بيصيب المرأة الحامل ابتداء من الشهر الرابع. 10% من الحوامل ممكن يصابوا بالسكر. العوامل اللي بتعرض المرأة لسكر الحمل هي زيادة الوزن، تقدم بالعمر، متلازمة تكيس المبيض، وجود أفراد بالعيلة مصابين بالسكر أو مشكلة سكر بحمل سابق. علاج سكر الحمل بيعتمد على مراقبة مكثفة للسكر لتفادي التضاعفات عند المرأة وعند الجنين. بيعتمد كمان على حمية معينة، بيعتمد ببعض الحالات على أدوية، وهالأدوية برهنت سلامتها خلال الحمل، وفي بعض الحالات ممكن أيضاً نلجأ للعلاج بحقن الأنسولين.